الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وجبة ديال الغداء سريعة في التحضير، سهلة، عبارة عن طنجية ديال الدجاج في الكوكوت مع بعض الأطباق الجانبية. تبعوا معايا الطريقة والمراحل. كتبدا في المقادير، غنحتاج الدجاج كيبقى على حساب الرغبة، على حساب الكمية اللي بغيتو، مع 6 أو 5 ديال الفصوص ديال الثوم، عاد نهرسهم من بعد، ونص حامضة مصيرة، معلقة صغيرة ديال السمن البلدي، نصف ملعقة ديال الزنجبيل، نصف ملعقة ديال القزبور يابس، مع قليل من الملح لأن الحامض مصير والسمن فيهم الملح، نرغي شوية، نص معلقة ديال الكركم أو الخرقوم، إذا كان الزعفران الحر ديروه أحسن، وملعقة صغيرة ديال الكمون، والزيت كتبقى على حساب الاختيار. أنا درت هنا زيت العود تقريبا نص كاس ديال العنب، هذا كاس صغير عليه، ديال الدجاج في الكوكوت، الطنجرة ديال الضغط، أنا حيدت له الجلدة، وندير الثوم. الثوم كاين اللي كيديرو صاين، أنا كيعجبني نستافد منه كامل، من اللوغو ومن الفائده اللي فيه، ما كنبغيش نديرو صاين. اذا غادي نديرو مهروس، غادي نضيف السمن والتوابل كامله، والزيت، ثم الحامض مصير، صافي، ونخلط كل شيء، وغادي نسد الكوكوت وغنردها على نار مهيله تطيب بلا ما نضيف الماء. اللي بغات تطيبها في نار مجهده شويه ضيف واحد الكاس الماء على حساب الحراره اللي غديرو. انا غادي نطيبها فقط بدون ماء على نار مهيله، دوز نص ساعه تقريبا ونحل عليها. من كدوز نص ساعه كنحل عليها، كما كتلاحظوا طابقة الماء ديالها، الدجاج قريب يطيب ما بقى له والو. دابا غنضيف شويه ديال الزيتون، كيبقى اختياري مسلله كيعجبني بزاف مع الدجاج، صافي، ونعاود نسد غير واحد 5 دقائق صافي ونطفي عليها. غادي ندير سلطه ديال البطاطس سهله وكتجي لذيذه. غنحتاج ليها 4 ديال الحبات ديال البطاطس مسلوقه اولا 5 على حسب الرغبه على حساب الحجم ديالها. غنسلقها في ماء مملح وغنصفيها منه. غنحتاج ليها قليل من الكمون والملح والقليل جدا من الابزار والمعدنوس مفروم والقليل من الخل والزيت، طبعا زيت الزيتون اولا زيت المائده على حسب الرغبه. غادي ندير التوابل ديالي لهاد الطاقة هادي، تقريبا بحال هكا د الكمون، معلقة صغيرة مع مرش بركة، الملح كيبقى على حساب الذوق، والقليل من الإبزار غير شوية ماشي بزاف، رأس ملعقة، وغادي نضيف المعدنوس، شوية د الخل، شوية متحمضوهاش بزاف، ولا ممكن ديرو الحامض، هو الخل كيجي معاها احسن. ونضيف زيت الزيتون ونخلط حتى تنساجم العناصر كامله. صافي، وها هي جاهزه. هذيك مع الشيفلون محمد، غنحتاجو ليه الشرموله العاديه، قزبور كثر من المعدنوس مقطعين، مع 4 ديال الفصوص ديال الثوم والحامض طبعا، التحميره، شويه ديال الابزار، كمون والملح على حسب الذوق. غادي ندق الشرموله ديالي، كل واحد غيجهزها بالطريقه اللي بغا. نضيف الثوم، التحميره، الفلفل الاحمر مع الملح، قليل من الابزار،
صافي وغندق الشرموله كامله. ممكن تطحنوها طحانه، واخا ندير طحانه كيعجبني ندقها بالمهراس. كندير الشرموله في المقله على حساب القدر اللي بغيتو، وغادي نضيف له الزيت ونردها تقلى واحد شويه، وعاد نضيف لها الشوفلور. ما كنخليوش الشرموله حتى تحرق، غير تقلى واحد شويه بس باش لينا الربيع والثومة صايبين صحاح ما طايبينش. نفس الطريقه كنديروا حتى الخيزو، حاطاه في واحد الفيديو بنفس الطريقه. صافي وغادي نضيف الشيفلور كنبقى كنحركو ديب شويه حتى دخلو الترميله بلا ما نهرسو، يعني ديب شويه، يعني ماشي غنزعلكوه، غادي نخليوه كيما هو. هذا وقتو ديال الشيفلور كما كتعرفو، اللهم نستغلو الفرص ونديرو منو اطباق متنوعه. صافي غنخلي بحال هكا تيتقلى شي واحد شويه ونطفي عليه. صافي وكندير له القليل من الحامض نعصرو. صافي ونطفي عليه، هو جاهز، يعني في ساعة كيوجد، كياخدش الوقت بزاف. هذا هو الشكل النهائي للأطباق ديالنا. هذا الدجاج على شكل طنجية في الكوكوت، كيجي رائع جدا، كيجي لذيذ وسهل في التحضير ديالو. أكيد إلا جربتوه غيعجبكم مع الأطباق المرافقة الشيفلور محمد، حتى هو لذيذ وسهل. والسلطه ديال البطاطس حتى هي كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوا هاد الاطباق تعجبكم وتبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، ودعموني بالتعليقات واللايكات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد. والى اللقاء.